الرئيس عبد المجيد تبون ليس راضيا على اداء الدبلوماسيه الجزائريه لان الخطاب تضمن يعني العديد من المصطلحات التي كانت تصب بان الدبلوماسيه الجزائريه تراجعت كثيرا وعندما تراجعت الدبلوماسيه اصبح هناك فراغ و مثل ما يقولون الطبيعة تعب الفراغ وبالتالي هناك الكثير من القوى الأجنبية والإقليمية التي شغلت الفراغ الذي تركته الجزائر وما وصول الأزمات لتشكل حزام ناري على الجزائر إلا دليل على أن الدبلوماسية الاستباقية والدبلوماسية المؤثرة ودبلوماسية جمع المعلومات ومنحها ل صناع القرار في الوقت المناسب كانت غائبه طيله هذه السنوات وهذا كان يدفعنا كذلك للحديث عن المعايير والمقاييس التي كان يتم بها تعيين الدبلوماسيين